وكما ترون شباب الا فيفا بوينت سنضافوا الى حسابي من لعبه فيفا موبايل بشكل مجاني. مرحبا بكم اعزائي المتابعين في حلقه جديده، فيديو جديد ولعبه جديده. لعبه هذه الحلقه هي اللعبه الرائعه والمتميزه، لعبه كره القدم فيفا موبايل فيفا 2022. الكثير من الاصدقاء يبحثون عن طرق تمكنهم من ربح فيفا بوينتس بشكل مجاني وبدون دفع ولا فلس، بدون دفع ولا دولار. اليوم اتيت لكم بطريقه وحل رائع ورهيب. موقع مجاني رائع ومذهل يهديك الاف الفيفا بوينتس بشكل مجاني وبدون دفع اي شيء. ما عليك سوى متابعة هذا الفيديو إلى آخره وأن تتبع كل الخطوات والمراحل التي سأريك إياها وطبقها بالشكل الصحيح والمضبوط، وفي الأخير سأقول لك مبروك عليك آلاف الفيفا بوينت بشكل مجاني. أول شيء عزيزي المتابع، ستقوم بكتابة عنوان هذا الموقع الذي تراه على الشاشة www.akawaw.com. عنوان سهل بسيط يسهل حفظه وكتابته. ما عليك سوى كتابة عنوان هذا الموقع أكاواو على المتصفح الخاص بك. سواء كنت على متصفح ويب بالموبايل أو الكمبيوتر لا يوجد فرق، لا توجد مشكلة، الموقع يشتغل بنفس الطريقة على كلا الجهازين. أنا قمت بفتحه على الكمبيوتر فستظهر لنا صفحة الموقع بهذا الشكل، وهنا نقوم بكتابة اسم اللعبة فيفا. ها هي قد ظهرت لنا اللعبة ونضغط على زر ستارت. بعد ذلك سننتقل إلى صفحة اللعبة التي ستظهر لنا بالشكل التالي. ها هو قد ظهر لنا. هنا سنقوم بالضغط على زر ستارت وبعد ذلك سننتقل إلى الصفحة التالية. هنا ستظهر لنا الصفحة بهذا الشكل. سنقوم في هذا المكان بإدخال اليوزر نيم أو الايدي الخاص بنا في اللعبة، يجب أن نقوم بكتابته بشكل صحيح ومضبوط. بعد ذلك نختار الجهاز الذي نلعب فيه، هل هو بلاي ستيشن، اكس بوكس، اندرويد ام ايفون. انا اخترت الاندرويد. هنا سنختار عدد الفيفا بوينتس التي نريد، بطبيعة الحال سنختار اكبر عدد ممكن ونضغط على زر كونتيني. في هذه المرحلة سيقوم الموقع بالتأكد والتثبت من البيانات والمعلومات التي قمنا بإدخالها، وبعد ذلك الموقع سينقلنا إلى مرحلة الإيمان فيريفيكيشن. ها هي. هنا سنقوم بالضغط على هذا الزر، وبعدها الموقع سيقدم لنا مجموعة من الأمور أو العروض المجانية. علينا إتمام أحد هذه العروض حتى يتأكد الموقع من أننا إنسان ولسنا روبوت. هذه المرحلة هامة لأنه في حال عدم إتمامنا لأحد العروض سيشك الموقع في أننا روبوت وبالتالي لن نحصل على فيفا بوينت. هذه المرحلة هامة جدا. أنا في بلدي ظهر لي عرض واحد فقط. معظم الدول العربية عندما ستفتح وعندما ستصل إلى هذه المرحلة ستظهر لك العديد من العروض، اختر ما هو سهل منها، ما هو سهل تطبيق، واطمئن كلها عروض مجانية لن تحتاج إلى دفع ولا فلس ولا أي شيء. سأريكم مثال لأحد هذه العروض في مصر مثلا. سأريكم أحد هذه العروض. مثلا هذا العرض يطلب منك إدخال رقم هاتفك، تقوم بإدخال رقم هاتفك، تضغط على زر اشترك الآن. بعدها سيأتيك كود تثبيت في رسالة خاصة على الهاتف، تقوم بكتابة ذلك الكود التي وصلك على الهاتف وتقوم بالضغط على زر اشترك. ها أنت أتممت أحد هذه المهام. تأكد الموقع من أنك روبوت إنسان ولست روبوت، وبعدها ستفتح اللعبة وستصلك ألاف الفيفا بوينت بشكل مجاني وبسيط جدا. طريقة سهلة بسيطة لن تأخذ من وقتك سوى دقائق، لا تتردد في تجربتها وستشكرني بعد ذلك كثيرا. إلى اللقاء أعزائي.